الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأكرمين وعلى كل صحابته الغر الميامين. أما بعد، أيها السادة الكرام، الشعوب التي تنسى تاريخها لا تستحق الحياة. الشعوب والأمم التي تمر عليها محطات كبيرة مزلزلة في تاريخ حياتها دون أن تتفاعل معها ودون أن تستشعر عظمتها، أمة لا تستحق الحياة. مع الأسف، في الدول العربية ودول العالم الثالث كما يقولون، هذه الدول لا تهتم كثيرا بمادة التاريخ. التاريخ الطلبة في المتوسطات وفي الثانويات ربما يحتقرون هذه المادة ويستثقلونها، فتجدهم بين محرز إن صح التعبير وبين غافل ولاه. هذه المادة العظيمة، مادة التاريخ، لها وزنها عند من يعرفها. الأمة التي لا تقرأ تاريخها ولا تستشعر عظمة تاريخها لا تستحق الحياة ولا العيش بين الأمم. لكن الإنسان خلقه الله عز وجل في ضعف، الإنسان ضعيف، أحيانا تمر عليه محطات كثيرة لكنه ينساها ويتناساها بفعل تعاقب الزمن. من أجل ذلك راعى القرآن هذا الضعف البشري فقال، قال لسيدنا موسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله. يا موسى، ذكر بني إسرائيل بأيام الله العظيمات، ذكرهم يوم نجاهم من فرعون وبطشه وظلمه واستبداده وقتله للأطفال واستحيائه للنساء، ذكرهم بالنعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل لكنهم تناسوها، وذكرهم بأيام الله. جاءت هذه الآية تقرع الآذان، جاءت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال المفسرون هذه لا تخص موسى مع بني إسرائيل بل تخص كل الأنبياء وكل الدعاة. ذكر يا محمد، ذكر قومك بأيام الله، كيف كان العرب وكيف أصبحوا وكيف تحولوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إبراز هذه المحطات الكبيرة. لذلك لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون، فقال: ما ذاك؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه اليهود احتفاء بموسى ونجاته. فقال النبي: نحن أولى بموسى منهم، وصامه.
وذكر قومه ودعا المسلمين إلى صيام هذا اليوم، يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو من أيام الله المباركات، وتاريخنا الإسلامي حافل ومليء بالمحطات التاريخية العظيمة التي تستحق أن يقف الإنسان عندها وقفة إجلال وإكبار، منها يوم الهجرة المبارك، التاريخ الهجري. التاريخ الهجري لو تمسك باب الجامعة أو الثانويات أو حتى المثقفين تقول له عدد لي الأشهر العربية لا يعرفها إلا القليل. يوم الهجرة، يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم يتكرر كل سنة، فنحن مطالبون بأن نأخذ العبرة من يوم الهجرة. ليش هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي دعا النبي إلى أن يهاجر ويترك بلده أحب البقاع إلى الله، مكة؟ وما أدراك، هل في الدنيا بلد أحب إلى الله من مكة، أم القرى؟ دعك بمن وما أحاط بمكة، حدثني عن مكة، هذه الأرض المقدسة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم هدد في دينه وهدد في عقيدته ترك مكة وخطط أن يعود إليها، لا أن يتركها إلى الأبد. ضحى بوطنه وبكل ما يملك من أجل عقيدته ومن أجل دينه. فيوم الهجرة يوم مبارك يستحق كل الاستحقاق أن يذكر به في كل مرة. غزوة بدر الكبرى نحتاجها اليوم. إخوانكم في غزة يقرؤون ويسمعون ويتحدثون عن غزوة بدر الكبرى. من غزوة بدر استمدوا القوة بعد الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله في غزوة بدر الكبرى. لم يتجاوز عدد الصحابة 314 مجاهد، بينما عدد الكفار يفوق 1000، ومع ذلك قاتلوا وقتلوا ونصرهم الله. هذا اليوم يوم بدر، 17 رمضان، محطة تاريخية إسلامية كبيرة تحتاج الإشادة. معركة عين جالوت ذات السلاسل، فتح القسطنطينية، فتح القدس، هذه المحطات التاريخية الإسلامية. يجب على أبناء الأمة الإسلامية أن يذكروا تاريخهم ويذكروا بها. عيب أن تمر هذه المحطات دون أن يكون لها وزن في عقولنا، في تاريخنا، في مدارسنا، في مؤسساتنا. بالأمس أيها السادة الكرام، البارحة احتفلت الجزائر، الله أكبر، احتفلت الجزائر بالذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير المباركة. الله أكبر، الحمد لله أن في هذا البلد من ما زال يحيي هذه الذكرى ويذكر الشباب ويذكر الأبناء بهذه الذكرى المباركة. ثورة نوفمبر يجب أن تحفر في الذاكرة، لا يجب أن تمر على الذاكرة أو تفوت على الذاكرة أو تحفظ فقط في الذاكرة، يجب أن تحفر في ذاكرة أبنائنا وبناتنا وشبابنا ونسائنا ورجالنا. نوفمبر لابد أن يعلم أبناؤنا متى وكيف وأين ولماذا ولما انطلقت هذه الثورة المباركة. كيف انطلق الشعب الجزائري؟ سبحان الله، من سنة 1832 والشعب الجزائري محتل من تلك العصابة الكافرة المسيحية الصليبية المدججة بأعلى وأعتى أنواع السلاح. يا جماعة، لكم أن تفخروا
ليست دعوة للجهوية أو الوطنية أو للتحزب، لا، لك أن تفخر أيها الجزائري. أنا دائما أقول والله لما أستمع، مع احترامي الشديد للدول العربية، لما أستمع دولة عربية تفتخر وتحتفل بعيد استقلالها أو بعيد نضالها، والله في نفسي أقول ليس هناك دولة في العالم كالجزائر. تسقط كل احتفالات ويسقط كل شيء أمام ما عانته الجزائر وأمام ثورة الجزائر المباركة الكبرى. أيها السادة الكرام، نحن آباؤنا وأجدادنا لم يقاوموا فرنسا فقط، بل قاوموا الحلف الأوروبي كله، الحلف العالمي الأطلسي، كل أحلاف العالم. شفت الآن ما يقع في غزة في صمت. الآن ليس اليهود من يحارب أهل غزة، من يقتل أهل غزة في صمت ليس اليهود، وإنما اليهود وأمريكا وفرنسا وأوروبا، بريطانيا، آسيا، بعض إن لم أقل أكثر الدول العربية، دول الطوق. تآمر دولي وعالمي على غزة في ظل وجود وسائل التواصل والاتصال والسوشيال ميديا، والعالم يعج بالتوثيق والتصوير لما يحدث لأبنائنا في غزة. العالم كله، اسمح لي خليني أوضح جيدا، العالم كله اليوم متآمر وكأني به يوقع أو قد وقع على وثيقة تحمل عنوان القضاء الفوري على كل شيء يتحرك في غزة. وإلا بالله عليكم ماذا تفسرون هذا الصمت؟ أنا مرة كنت في ألمانيا، كنت في شارع في مدينة تسمى ماينز، وكان معي أخ مصري، كنا نمشي فوجدت عجائز وشباب ويحملون لافتات ويبكون في الشوارع، فرأيت في اللافتات أنهم يحملون صور كباش. ليش يبكون؟ قلت لصاحبي، كان مكتوب بالألماني وأنا لا أفهم الألمانية، قلت علاش، لماذا يبكون؟ قال لي بقي أسبوع على عيد الأضحى المبارك، وهم يعلمون أن المسلمين في هذا العيد سيذبحون الكباش، فيحزنهم أن تذبح الكباش. فهم عندهم جمعيات الآن في أوروبا وفي فرنسا ممنوع ذبح الكباش. ليش؟ الرفق بالحيوان. يا سلام، الرفق بالحيوان. وأبناء المسلمين في غزة يقتلون، يذبحون، تهال عليهم العمارات، يقتلون في صمت، مربعات سكنية ليس فيها مجاهدون، يقتلون أمام مسمع ومرأة من العالم. أعود بكم إلى الجزائر. ما يحدث الآن في غزة مع التوثيق حدث في الجزائر في وقت ما. نعم، لم تكن فرنسا هي التي تقاتل في الجزائر، بل كان الحلف كله، كل الكفر ملة واحدة، كلهم يريدون القضاء على هذه الثورة المباركة التي أحرجت العالم كله، كما أحرجت غزة اليوم العالم كله. اسمحوا لي إن قلت لكم، أنا لست أبالغ إن قلت لكم إن ما وقع من ألم ودمار وقتل للجزائريين إبان الثورة المباركة هو يفوق بعشرات كثيرة ما وقع في غزة. مع احترامي الشديد وألمي وأسفي لما يقع لإخواننا في غزة، يا سيدي، في يوم واحد في الصيف وقال ما وخراطة، في يوم واحد في ساعات فقط مات أكثر من 45,000 جزائري، ربما العدد وصل
قتل المسلمين في غزة اليوم لهذا العدد بعد سنة، نحن في يوم. أنا لا أقارن، أنا لا أقول هذا الكلام لأستصغر جهاد، لا بالعكس، ما يجاهد به إخواننا اليوم في غزة طب طب، ليس كمثله جهاد، قوة كبيرة وجهاد عظيم. هل تعلمون أيها السادة الكرام، أنا أريد أن أقول لكم، في فرنسا هكذا يقول المؤرخون، فرنسا لما دخلت الجزائر سنة 1832 لما دخلوا إلى الجزائر في هذا التاريخ، كم كان عدد الشعب الجزائري بالله عليك؟ كان 7 ملايين وشوية، وقال بعضهم لا يفوق 10 ملايين. أسمع مليح، أسمع يا شباب، وينهم الصغار؟ حاب نشوف الصغار. الشباب، احنا نريد أن نورث هذا الشيء لأبنائنا. عدد الشعب الجزائري سنة 1830 كان عددهم لا يتجاوز 10 ملايين. بعد مرور 130 سنة، سنة 1962، كم كان عدد الشعب الجزائري؟ 10 ملايين. اسمع جيدا، خلي عقلك رياضي الآن في هذه اللحظة. 100 سنة، 132 سنة، بقي عدد الشعب الجزائري 10 ملايين، بينما زادت الشعوب الأخرى. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن فرنسا بقيت 130 سنة أو أكثر وهي تقتل وتحصد الشعب الجزائري حصدا، لم يزد على 10 ملايين. نعم أيها السادة الكرام، الشعوب العربية والإسلامية وعلى رأسها الجزائر آنذاك عانت كثيرا أيها السادة الكرام، كما يعاني إخواننا اليوم في غزة. مع الأسف الجزائر كانت تقتل في صمت، ما كانش فيه فيسبوك وتواصل ونشر للفضائح والتوثيق مثل اليوم. اليوم كل شيء يوثق، كل شيء يوثق اليوم، كل شيء ينشر، العالم كله آثم لما يقع لإخواننا في غزة. أما في ثورتنا المباركة كل شيء كان تحت الصمت، حتى التصاوير والفيديوهات التي نراها أحيانا على شبكات التواصل هي من عند المصورين الفرنسيين أصدقاء الثورة الجزائرية. والله يا جماعة، ما فيه بلد عانى الظلم والاضطهاد مثل الشعب الجزائري المبارك. انطلقت الثورة المباركة ب1200 مجاهد أو ب1200 مقاتل بالزي العسكري، بس فقط 1200، عندهم 400 قطعة سلاح فقط. بالله عليك، بالله عليك، أريد أن أسقط هذا على ذاك. 1200 رجل معه 400 سلاح، حتى التقسيم يعني كل واحد تقريبا عنده نصف سلاح لو تقسمها، مع السكاكين والخناجر والقنابل اليدوية صنعة يعني المصنوعة التقليدية. هؤلاء جميعا 1200 مع 400 قطعة يواجهون الدبابات والطائرات والقنابل المحرمة دولية آنذاك. بالله عليكم، بالمعادلة الرياضية والحسابات الرياضية، هل يستطيع هؤلاء أن ينتصروا على فرنسا؟ المعادلة الرياضية تقول لا، مثل ما يحدث اليوم في غزة. يجيك بعض من أولئك الذين ينتمون للتيار السلفي، والتيار السلفي منهم براء ما يسمون بالمداخلة، يتكلمون في عرض المقاومة كما كان يتكلم الحركة في الجزائر. أنا أسمي هؤلاء بالحركة الجدد. إيش يقولوا الحركة؟
جماعة الحركة عندنا القومية بالمصطلح الجزائري المعروف كانوا يقولون يا شعب يا جزائر، في مسجل على الواتساب على الفيسبوك، ليش تقاتلون فرنسا؟ فرنسا أمكم، لا تستطيعون المقاومة، هالوا الفلاقة اللي أحرجوكم وخرجوكم من دياركم وقالكم أطلعوا الجبال وقاتلوا، أنتم لا تستطيعون مقاومة فرنسا، فرنسا قوية عندها الدبابات والطائرات والمروحيات والسلاح والجنود ومدعمة من أمريكا وأوروبا، ارجعوا إلى بيوتكم، ما تهزوش براي الفلاقة وما إلى ذلك. هؤلاء هم الحركة، موجود، روح للفيسبوك تلقى، شوف هكذا يقولون. اليوم الحركة تاع اليوم، الحركة تاع الإسلاميين والحركة تاع بعض العرب غير الإسلاميين يقولون هذا الكلام بالتمام والكلام. وهؤلاء الحركة الجدد ما تلوموهمش يا جماعة، عندهم في ذلك سند، راهم ما يتكلموا غير بالسند والدليل، عندهم سند ينتهي إلى عهد النبي، سندهم مقولة المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هاو سندهم، سندهم المنافقون، هكذا في عهد النبي قالوا إن أحدنا لا يستطيع أن يخرج للخلاء ليقضي حاجته ومحمد يعدنا بأنهار من عسل مصفى وحليب لم يتغير طعمه وماء أس، هكذا كانوا يقولون. هام جاءوا اليوم يكررون ذات المقولة بأسانيدها المدعومة. أيها السادة الكرام، الثورة المباركة أحرجت فرنسا وأخلطت أوراقها، فرنسا درست قدرت ثم قدرت ثم قتلت كيف قدرت، ورأت أن تقضي على الثورة في الأوراس، ثورة في الأوراس. أنا والله ديما لما نفوت على خنشلة، نفوت على خنشلة ونفوت على باتنا وقسنطينة ونطلع للشمال القسنطيني، يعني أضرب التحية للشهداء الأبطال العظام، جبال الأوراس، شاوية الأحرار، الأبطال النشامة. فرنسا أرادت أن تقضي على الثورة المباركة في تلك البقاع، فركزت كل جهودها وطيرانها وحاصرت تلك البلاد من أجل القضاء عليهم، لكن الأبطال الأحباب الذين أخذوا السلاح منين، قلتها ألف مرة ونزيد نعاودها، اللي هزوا السلاح من غوط السردوك في سوق دبي الآن وبإشارة من سيدي العربي بالمهيدي وديدوش وزيغود وسي الحواس، الأبطال الكرام الذين جاءوا إلى الوادي في ضيافة عبد القادر العمودي البطل، واحد من المفجرين الذين فجروا الثورة، السوفي الحر، باتوا عنده في البياضة وراحوا لسوق دبي الغوط السردوك سابقا وفتحوا البئر واطلعوا على ما جابه السواف الأحرار الأبطال من السلاح من إيطاليا ومن مصر ومن ليبيا، كان مدفون في غوط السردوك، اطلع عليه الأبطال، شافوا سيدي زيغود وديدوش وبالمهيدي وسي الحواس، شهداء الأبطال الكرام أمضوا عليه وذهبوا بهذا السلاح. أيها السادة الكرام، انطلقت شرارة الجهاد في خنشلة وفي باتنا وفي الأوراس. قلت لما حوصر إخواننا رأى المجاهدون في الشمال القسنطيني أن يفجروا ثورة هناك، فكانت الثورة المباركة ثورة 20 أوت سنة 1955، تماما كما يحدث اليوم في غزة. أيها السادة الكرام، العالم كله مع الأسف، كل العالم متآمر اليوم على غزة كما تآمروا بالأمس على الجزائر،
يريدون القضاء على مصطلح الجهاد. يا أخي احنا عدنا في التربية الإسلامية الجهاد، باب الجهاد ذكره البخاري في كتابه في كتب السنة، باب الجهاد، شروط الجهاد، دوافع الجهاد. هذه بعض الدول العربية بأمر من أمريكا نزع هذا الباب، ما عادش الحديث عن الجهاد في الكتب المدرسية، إما أنه نزع أو لطف. الجهاد ما يعرفه غير ما تعرفه غير الجزائر الجهاد، لأنها ذاقت مرارة الجهاد وعرفت معنى الجهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الجزائر أيها السادة الكرام إبان ثورتها المباركة أحرجت العالم المنافق. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، الجزائر في ثورتها المباركة وفي بسالة مجاهديها أحرجت العالم الغربي المنافق الذي يكيل بمكيالين. النفاق الغربي من بكري يا جماعة، غير أنه بكري ما كان موثقا وما كان مفضوحا، واليوم نفاق موثق ومفضوح، وغزة أكبر دليل. ما وقع في الجزائر ألب بعض الشعوب على أن تتحرك وتتحرر وتجاهد، لا أقول تجاهد وإنما تقاتل وتدافع عن نفسها. نعم، ما وقع في الجزائر خلى الثورة في تونس أيضا تتقل، وفي المغرب قبل أن ينالوا استقلالهم. حتى قبل الثورة المباركة حركات التحرر الجزائرية، المقاومات الشعبية المنفصلة، خلت العالم في كل مكان يطلب الحرية. فأمريكا وفرنسا، خاصة بعد هزيمة فرنسا في الحرب العالمية، أحرج العالم، قالك لابد من لملمة شتات فرنسا. فرنسا لما انهزمت في الفيتنام أيضا أحرجت، الثورة المباركة قامت، العالم كله أحرج، قال لك لابد من لملمة هذه الشعوب ونخلوا الشعوب تقرر مصيرها. الجزائر، فضل الجهاد في الجزائر لم يعد بالخير على الجزائر فقط وإنما على العالم كله. فالعالم كله اليوم مدين بالشكر والوفاء للجزائر التي حركت العالم كله لأجلهم. نعم أيها السادة الكرام، كما قلت لكم، ما يحدث اليوم في غزة وسط الذئاب، وسط الذئاب الكذابين، يحتاج إلى مراجعة كبيرة. غزة وحدها اليوم، لكم تشوفوا، لعلكم تشاهدون، غزة هي الوحيدة التي تقاتل العالم كله. هذا نتنياهو لما خرج لينتقم من أحداث 7 أكتوبر قال اعطوني أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، وسأصطاد هؤلاء المجاهدين وأحرر الأسرى. الآن أكثر من سنة ولا شيء، وغزة تقاوم، تقاوم، تعيد للجهاد وزنه. مع الأسف لم أكن هنا وفاتني الحديث والتعليق على استشهاد سيدي يحيى السنوار تقبله الله في الصالحين. كنت قبل أسبوع أو أقل من ذلك كنت في جالما، كنت في ملتقى قرآني ويتحدث عن الثورة
الفلسطينية المباركة، وكنا جالسين على الأرائك، كنا قاعدين على الأرائك، فأعطيت لي الكلمة لأتكلم عن يحيى السنوار وأنا على الأريكة، فقلت والله حرام وعيب أن أتكلم على الأريكة. الأريكة الآن عاد لها وزنها. الأريكة لو قال لك واحد من الناس تعال، هل تؤمن بأن فيه واحد يقاتل فوق فتاية فوق أريكة؟ تقول له ما كاش منها. أقول لك كاين منها، سيدي يحيى السنوار قاتل على الأريكة، رمى بعصا السنوار إلى آخر رمق في الحياة كان على أريكة. قلت للمنشط والله لا يجوز لي أن أتحدث عن الجهاد وأنا على أريكة، هذه الأرائك تليق بأصحابها. عندها قلت يا يحيى من الأريكة إلى الأرائك ينظرون، فأنت بحق من يستأهل الأريكة، وأنت وكأني بهذا النص على الأرائك ينظرون نزل على أمثالك يا سيدي، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. كانوا يقولون بأن يحيى السنوار متخبئ في جحره والفلسطينيون يدفعون الثمن. ها هو يحيى السنوار خرج ليقاتل ويقاتل ويقاتل ليدفع الشبهة عن المقاتلين جميعا. نحن قوم ونحن أمة نعشق الموت كما نعشق الحياة. نعم أيها السادة الكرام، نسأل الله رب العرش العظيم أن يوفق المجاهدين المناضلين في فلسطين والمقاتلين الشرسين إلى استئصال شأفة اليهود الصهاينة الخبثاء، وهم على الطريق إن شاء الله ماضون. بعض الناس حزن، حزن الاستشهاد، نحسبه كذلك السنوار وسيدي إسماعيل هنية، لا تحزن يا أخي، فنحن في ثورتنا المباركة استشهد، نحسبه كذلك سيدي العربي بن المهيدي ولا لا، وزيغود يوسف والشهداء الكرام الأبطال حمى الأخضر عندنا في الواد استشهدوا ولم يحضروا للاستقلال، ولولا استشهادهم ما حيت روح الجهاد. يا سيدي عم النبي حمزة رضي الله عنه وأرضاه، سيد الشهداء حمزة، مات في ثاني معركة خاضها ومع ذلك لم يتوقف الجهاد وانتصر المسلمون. ونحن إن شاء الله تعالى، السنوار مات وسيحيا بإذن الله. هل تعلمون، وأختم بها، أن إخوانكم في غزة أكبر نسبة توالد في العالم هي في غزة. المرأة في غزة إذا مات زوجها مباشرة إن كانت حامل بعد الحمل تتزوج، وإن لم تكن حاملا بعد 4 أشهر و10 أيام مطالبة بالزواج لتنجب، لتنجب. مجاهدون يتكررون. أسأل الله تعالى أن يحفظ المجاهدين هناك. أيها السادة الكرام، هذا يوم مبارك، يوم 1 نوفمبر، مر علينا الذكرى 70. أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على التعمير والتشييد في هذا الوطن الحبيب الذي يحتاج منا إلى وقفة إجلال وإكبار. انتهى زمن القتال وجاء زمن العمارة والتشييد، التشييد في كل شيء، في العقول، في الأفكار، في الأرض، في البناء. وكلنا أمل يحدون أن نحفظ هذا البلد المبارك من كل سوء. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا الجزائر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالجزائر خيرا فأعنه يا رب العالمين، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إخوتنا المجاهدين في فلسطين. اللهم سدد رميتهم ووحد كلمتهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم اشف صدورنا بالنصر عليهم يا رب العالمين. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى. وقبل الختام أيها السادة الكرام، لا أنسى أن أترحم على واحد من عمار مسجدنا انتقل إلى رحمة الله ليلحق بأبيه وأهله في جنات الفردوس إن شاء الله.
إنه الحاج محمد الباهي الوالد بتاعنا عم سيدي سيدي عبد المالك وإسماعيل ومحي الدين، نقول لهم جميعا أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم. أسأل الله تعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يرحمه ويرحم جميع أبناء المسلمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.